ينضم لنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن، نقول لك عيدك سعيد، كل عام وأنت بخير. عيد استثنائي هذه السنة، يعني مختلف تماما عن السنوات الماضية. يمكن كثير مننا كان بعيد عن الأهل، يمكن من ضمنهم حضرتك أنت في دبي والعائلة في بيروت. أول شيء حدثنا عن التجربة، كيف كان العيد معك هذه السنة وأنت بعيد عن أسرتك، وكيف تواصلت معهم؟ كل عام وانت بخير مهند. يعني هو العيد مثل ما تفضلت قلت انه السنة غير على الجميع. يعني عادة احنا بتعرف بتروح عند الوالدة، بتروح عند الحجة، كل بيكون يعني عندنا 10-15 شخص من العائلة القريبة موجودين كلنا يعني على 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 وليمة، وكمان عم نعايد بعض وعم نخبر اخبار بعض. هيدي نحن هلا اضطرينا نعمله هو عن طريق يعني الكترونيا، كلنا عم نجتمع على طريق زوم او سكايب او تيمز او غيره، عم نتواصل نحن مع الكل. وفيها فرح وفيها حزن، يعني الفرح موجود لما نكون كلنا موجودين على هذه الشاشه، كلنا بمكان واحد عم نتواصل سوا. وبتعرف انت يعني اذا بنجهز تليفون منه كتير كبير، فبتلاقي الناس هيك قريب راسها على بعضها هيك، يعني موضوع جميل. بس كمان حزين انه ما كلنا موجودين سوا، عم نكون عم نتابع اخبارنا مثل ما نحن عم نكون موجودين، وهو صعب علي وعلى الكل اكيد. يعني فعلا ايمن كان يعني صراحه مثل ما قلت، على قدر ما كان الموضوع صعب، ولكن احنا قدر الامكان بنحاول انه نتاقلم مع الموضوع، نستخدم التقنيات الموجوده. طيب برايك ايمن، تعتقد الموضوع هذا حيستمر، التواصل الرقمي؟ يعني احنا الان ما زلنا عايشين في هذه الفتره، فتره جائحه كورونا، وان شاء الله ربي يزول الغمه وترجع الحياه طبيعيه، بس تعتقد انه لا، الموضوع حيستمر تواصل الكتروني حتى بعد انتهاء الجائحه؟ هلا التواصل الالكتروني هي عاده جديده يلي نحن عم نحس فيها ببيوتنا وبمدارسنا، وكمان بالعمل يعني بنطاق العمل عم نحس فيه اكثر، وفي قبول اكثر منه. يعني فنحن بعد الجائحه اكيد بنفضل نحن يعني الانسان لانسان بس يتواصل مع الثاني افضل واريح، وبتشوف طريقه الحكي وطريقه يعني كيف يتحرك كيف يتصرف. بس نحن يعني بعد الجائحه اكيد حيكون في يعني هالتواصل رح يضل موجود، خاصه انه في كثير عيال من قبل الكورونا بعيده عن بعضها، لانه بتعرف في عنا هجره، في عنا ناس عم تروح تامن في تعليم بعيد عم بيكون، فهيدي الطريقه عم تكون الطريقه الوحيده. طيب خلينا نعرف منك ايمن، حتى انا بس احكي مع ناس اللي هن عشان نكسب الوقت ايضا، خلينا نعرف ايمن في هذه الظروف هذه الايام ايش افضل تطبيق نستخدمه في التواصل عبر مكالمات الفيديو او حتى التليفون، مش التليفون عفوا، مكالمات الصوتية، يكون آمن وما فيها اي اختراق للخصوصية؟ ولو ترشح لنا بعض الاسماء عشان حتى ايضا المشاهدين يستفيدوا كمان. سؤالك بمحله، لانه قبل جائحه كورونا كان كل تطبيق عنده ميزاته الخاصه، بس بعد جائحه كورونا اضطروا كلهم انه يوصلوا لمرحله متوازي كلهم سوا. ومنشان هيك نحن عم نشوف نحن يعني بطل كورونا عم يكون زوم اكثريته، عم يكون في زوم، وكمان يلي واتساب وتيمز وسكايب، يعني الكل عم يقدر يستعملوا حسب هن شو موجود يعني بالبلد اللي هن فيه، يلي عم يقدروا يستعملوه على تطبيقاتهم يعني. وبالاخر انت عم يوصلك اتصال من شخص وانت عم ترد، يعني عندك 4-5 تطبيقات على تليفونك فيك تستعمله، فما عم بيكون في واحد. من جهه الخصوصيه الكل حسن طريقته، والتشفير عم يتحسن من الكل، يعني عم يقدر يساعد انه هالمكالمات تكون. طب اسامه، في حاجه الناس مش عارفين، يعني ما هم عارفين اجابه لهذا الموضوع، ليش كثير من الاحيان يكون التطبيقات مشفره او صعب الوصول لها الا باستخدام مثلا تطبيق اخر او طرف اخر، او اللي هو الفتح التشفير مثل ما يقولوا، ايش السبب؟ هلا يعني حسب هن وين موجودين باي بلد، وحسب كمان كيف الطريقه اللي عم يقدروا يوصلوا فيها على الانترنت. يعني في محلات مثلا بالمنزل مسموح، بالمكتب ممنوع، او بالعكس.
بس يلي صار في بالجائحة اللي احنا عايشين فيها وان شاء الله بتخلص قريبا، يلي عم يكون في انفتاح اكبر لهالنوع التواصل، لحتى التطبيقات اللي كان صعب استعمالها قبل كانت صارت موجودة اكثر، لانه في تفاهم اكثر، انه في حاجة انسانية للناس انها تتواصل كلها سوا بالطريقة الموجودة هون. نعم وكمان في مقاربة عن ما كان قبل، يعني ايام قبل ما كان فيها الانترنت وهالتواصل، كلها عن طريق يعني عم نسجل، كنا عن طريق الكاسات الشريط، وكنا نبعته مع ناس او نكتب. يعني هلا بتواصلنا بالفيديو عن طريق التليفون والواتساب وغيره، كلنا عندنا هالتواصل، فيها القرب اكثر كثير عم تكون. طيب خلينا نعرف منك حاجه كمان ايمن، بما انه الان احنا بدانا نتواكب مع هذا الفيروس وهذه الجائحه ونتعايش معها، في كثير اشياء تغيرت معانا الان، مثل لبس الكمامه والتعقيم اصبح بشكل مستمر، وفي كثير من المؤشرات بتدل انه حتى استخدام التقنيه حيستمر معانا لفتره طويله من بعد جائحه كورونا، وهذا يحقق يمكن اهداف اللي هو المدينه الذكيه والتواصل الالكتروني. تتوقع الآن المدن العربية مهيئة والبنية التحتية مهيئة أو جاهزة لتطبيق المدن الذكية؟ سؤالك محله، لأنه التجهيز من هلأ بيّن، وحنشوف نحن، لانه بتعرف انه كمدن لما يبنوا المدن عم يبنوا لخمس سنين وعشر سنوات لقدام، وحيكون الاول حيكون في حضور اكثر ووعي اكثر لجائحه لا سمح الله تجي لقدام اكثر. يعني مثلا اذا نحن هلا اذا بنروح بالمصعد بالمنزل او بالمكتب، هلا نحن في زر عاده بنكبسه، مع هيدا بالطريقه الجديده اللي حتكون، يعني من دون اللمس رح يكون موجود. كيف هلا عندنا صابون من دون اللمس او مياه من دون اللمس، حيكون كمان المصعد عم بيكون بهيدي الطريقة. فهيدي التغييرات اللي رح بنشوفها أكثر وأكثر يلي بمنازلنا، أو كمان الطرق الإلكترونية لحتى نعم. نوصل لأوراقنا من المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المالية أو المؤسسات التجارية، كلها هيدي هلأ اضطرت إنها تتغير وصارت موجودة هلأ. نعم. كانت قبل يعني تحت 3%، هلأ أكثر بكثير عم تكون موجودة. نعم، شكرا جزيلا أيمن عيتاني، كنت معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات، ويسعد يومك.